مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم مفيش مستحيل. زي ما عودناكم دايما في برنامج مفيش مستحيل، بنعرض النماذج المشرفة من ذوي القدرات الخاصة، ونعرض كل ما يهم ذوي القدرات الخاصة. علشان الوقت دايما بيروح مننا، النهاردة جاي لكم بتقرير من محافظة كفر الشيخ وبالتحديد من مركز دسوق. ما تيجوا بينا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. دايما في برنامج مفيش مستحيل نعرض النماذج المشرفة من ذوي القدرات الخاصة، ودايما بنسلط الضوء على كل ما يهم ذوي القدرات الخاصة. والنهاردة لقاء خاص، لقاء جديد من محافظة كفر الشيخ وبالتحديد في مركز دسوق. أستاذة نجوى إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام طيبة. بالصحة والسلامة يا أستاذ محسن. احنا جينا النهاردة في مركز السوق، طبعا يعني بقالك فترة بتقولنا عايزين نسجل وكده، يعني في بعض الحاجات بتشتغليها. قبل الحاجات اللي انت بتشتغليها وقبل أي حاجة، يعني تعرفي الجمهور اسمك ايه بالكامل، الإعاقة دي جات لك إما شلل أطفال ولا ضمور ولا حادثة ولا إيه بالظبط؟ أنا اسمي نجوى إبراهيم عيسى جعفر من مدينة دسوق. أنا الإعاقة دي عندي لين عظام من وأنا مولودة، يعني اتولدت كده أنا وأخويا، ولما اتولدت كده ووالدي تعب معايا في إن هو يوصلني لمستوى أحسن، حبيت الأشغال اليدوية وحبيت إن أشتغل كل حاجة تخص الأشغال اليدوية يعني. طيب في حاجات معينة في الشغل اليدوي بتحبيه ولا إيه بالظبط يعني؟ أنا بحب الكروشيه، لان ده اول حاجه اشتغلتها كروشيه. بدات اعمل مفارش، بعد كده بدات اعمل لبس، اعمل كوفيات، شيلان، حاجات كتير في الكروشيه. بعد كده حبيت شغل الخرز عن طريق الانترنت وعلى اليوتيوب وكده، وعلمت نفسي عن طريق اليوتيوب. تمام. يعني بتعملي الفوانيس عشان خاطر رمضان، وبتعملي الكعبة دي كنت عاملها، يعني عملتها ازاي يعني؟ كنت عاملها في العيد الكبير من سنة، أول مرة أعمل الكعبة، فقلت بمناسبة العيد الكبير والحج وكده قلت أعمل الكعبة يعني وكده. والفوانيس بمناسبة رمضان، بتعملي حاجات تانية غير الفوانيس وغير الكعبة والحاجات دي؟ عم بعمل بونبونيرات وشيالات كحك وبسكوت وعلب مناديل وبس. بتعملي حاجات للطلبة؟ تلاميذ يعني. اسمها بتاعت المقلمات والحاجات اللي هي بتاعت الأطفال دي، بعملها كلهم يعني، كل الأشغال اليدوية اللي تخص الخرز. من أصحاب المولات أو المسؤولين بيشاهدنا دلوقتي، ويا ريت يعني نتمنى والله إن مصر تكون أفضل من كده، وذوي القدرات الخاصة يعني احنا عاوزين حتى يعني الحياة الطبيعية، الحقوق الطبيعية، مش عاوزين اكتر من كده يعني. طب احنا نشوف بقى والدك بقى عشان يتكلمنا عن التأمين الصحي. ماشي، ونرجع لك تاني. مشاهدينا الكرام، ودلوقتي اللقاء مع والد الأستاذة نجوى إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيب. الصحة والسلامة يا فندم. دلوقتي احنا اتكلمنا مع نجوى بخصوص التامين الصحي والكشف والمستشفيات وكده، وقالت لي ان في مشكله، فقالت ان حضرتك هتتكلم افضل منها في هذا الموضوع عشان انت اكثر من تعاني في هذا الموضوع يعني. والله هم اولادي بالنسبه لاعاقتهم بتخليني بان انا اتردد على التامين الصحي لعمل تحاليل لهم واشاعات، وبعدين كانت الاشاعات بتتعمل اشاعات رنين ومقطعيه وتلفزيونية، كان بتتعمل هنا في المراكز المتخصصة، كانوا بيحولوا على المراكز المتخصصة. يعني حضرتك في دسوق كلها دي، في مركز دسوق ما فيش حاجات تبع المستشفيات العامة؟ لا، المستشفى حولوها لمستشفى العبور في كفر الشيخ، وتبعد عن دسوق 45 كيلو، ومستشفى فوة تبعد عن بتاع 30-35 كيلو. في معاناة، في معاناة. طب هنا في مركز دسوق ما فيهوش ليه يعني معامل، وما فيهوش ليه أشعة وكلام من ده؟ في معامل وفيه مراكز اشاعه وهم متعاقدين معاهم. لا بس خاصه. لا خاصه، لا مفيش. انا قصدي الموجوده خاصه، لا انا قصدي تبعهم هم يعني، تبع وزاره الصحه. مفيش مستشفيات ولا حاجات اللي هي خاصه غير المستشفى العام اللي هي موجوده.
طب حضرتك مثلا لو عاوز مثلا تودي نجوى مثلا او اخوها مثلا في لا قدر الله في مشكله وعاوز توديها المستشفى او تروح تعمل لها تحليل او اشعه، تروح كفر الشيخ عشان تعمل اشعه؟ اروح كفر الشيخ يحولوني الدكتور اللي هو الاخصائي او الاستشاري يعمل لي جواب، واروح اخذ الجواب واروح مستشفى العبور، وبعدين مستشفى العبور اخذ عربيه واخذ واشيل على اساس معاقين. ده ممكن توصل لهناك ولا خلاص احنا قفلنا كده؟ ما هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. اوصل هناك وبعدين اقول احنا خدنا الحالات اللي هي مطلوبه، ارجع تاني. طب يا عم انا جاي لك بدري. وانا جاي له حوالي الساعه 8 9. وبعدين مشكله، ما هي مشكله دي بتقابلنا احنا عايزين. وانا كنت بعت سجلت شكوى على الخط الساخن لمكتب الرئيس لمعالي رئيس الوزراء بشان الموضوع بتاع التامين. تم في شكوى ايه؟ والله الشكوى طلبتهم تاني، قال لك بان ازيلت اسباب الشكوى. ازاي ازيلت؟ ايه، عملوا معامله او اشعه؟ انا عارف ما عملوش حاجه خالص ولا عملوا حاجه خالص. وبعدين ازاي بان ازيلت اسباب الشكوى وانا لم يعود علي مثلا الرد؟ انت شكوتك ايه او بتاع، وياخد مني شكوتي عشان. طب حضرتك المطلوب ايه؟ يعني حضرتك بتطلب ايه من وزارة الصحة علشان بخصوص هذا التأمين الصحي؟ انا بطلب، اصل كل واحد بيدي قرار مش عارف، لانه ما عندوش. لو كل واحد بيدي قرار وحط نفسه مكان الاب ولي امر المعاق او اخو شقيق، للاسف اللي هو للاسف الشديد معظمنا ما فكرش في غيرنا، فكر في نفسه وفقط. انا كمسؤول قعدت على كرسي فيه رعيه، في مسؤولين، في ناس مسؤوله مني، صح ولا؟ اعتبر ذوي الاعاقه دول اولادي. ده المفروض، ده من المفترض، او اخواتي صح ولا من اهلي صح ولا غير كده؟ ما ببصش. انما هو طالما هو سليم وقوي البنيه وبيمشي على رجليه وعادي خالص، هو يعني هو ما يعرفوش ان احنا في لحظه، اي واحد فينا في لحظه ممكن يتعرض لا قدر الله، اذا قدر الله لاصابه او الى ما الى ذلك، وفجاه يبقى مثلا مستخدم كرسي متحرك أو, او 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 مش كلنا معرض لذلك؟ ممكن كل حاجه، لان طبعا انت ماشي، ربنا سبحانه وتعالى اعلم بكل. يعني النهارده سليم بكره تعبان والكلام ده كله. وبعدين وجهوا لي رسالة كده بخصوص التأمين الصحي بالذات، وخاصة ان انت عندك اولاد من ذوي القدرات الخاصة. انا بطلب من القائمين على التأمين الصحي في اعطاء القرار يصدروا القرارات الصح اللي هي تفيد المواطن، مش تفيده هو، مش تفيد صاحب القرار، تفيد القرار، يفيد المعاق، يفيد المريض، المرضى، وخاصة كمان احنا في 2019 وفي لائحة تنفيذية وفي اهتمام كبير بدول القدرات الخاصة، يا ريت ده يظهر على ارض الواقع. يا فندم احنا دلوقتي والله يا استاذ محسن، بالنسبة لل الدستور والقانون اعترفوا بحقوق المعاقين. لا هو يعني حتى الان للاسف الشديد احنا بنشوف بس حبر على ورق فقط. ما هو يا ريت بان احنا، ما هو صدر قرار والدستور يكفلهم وكل حاجه، بس على اللي الرئيس بينادي بيه، السيد رئيس الجمهوريه اللي هو بينادي بيه، بيقول المعاقين وحق المعاقين، احنا مش لاقينه على ارض الواقع. كل واحد بيجي في مكانه بيصدر قرار يفيده هو عشان يبقى هو كويس ومش عارف ايه والكلام. انما احنا انت بتشوفني وانا بشيل ابني المعاق او بشيل بنتي المعاقه عشان اوديها اعمل لها اشاعه ولا اعمل لها تحليل ولا تكشف عند اي دكتور، ما بتشوفنيش، وبجيب عربيه بتكلفني ومسافه طويله من تمام الشيخ. تمام ان شاء الله تعالى حاج ابراهيم، ان شاء الله يا استاذ ابراهيم، يا ريت يعني يكون احد المسؤولين او المسؤولين عن التامين الصحي او وزاره الصحه او اي حد في وزاره الصحه يشوف مشاكل ذوي الاعاقه ومشاكل اولياء الامور وازاي بيتعبوا والمعاناه اللي بيعانوها. يا ريت يعني يكون حد بيشاهدنا دلوقتي ويتابعنا ويكون احد المستشارين في وزاره الصحه او في رئاسه الجمهوريه يتابع معنا ويتابع مع البرنامج. في نهايه اللقاء بتحب تقول يا قناه الصحه والجمال وبرنامج ما فيش مستحيل اللي دايما بيهتم بذوي القدرات الخاصه ومشاكلهم؟ والله انا بشكر القائمين على البرنامج والاستاذ محسن بصفه خاصه اللي هو بيلقي الضوء على الحالات الحرجه والحالات المعاقه وبيبرز
الإعاقات كده للمسؤولين عشان يظهروهم ويهتموا بيهم. يا ريت الناس تهتم، القائمين على وزارة الصحة والكلام ده يهتموا بالمعاقين والمرضى والمنتفعين بالتأمين الصحي اللي هم المرضى. أنت بتلقي الضوء من خلال البرنامج بتاعك، البرنامج محترم وسيادتك راجل محترم وبتسعى. أنت جيت فيه مسافات، أنت بتسافر مسافات عشان تلقي الضوء وتظهر الحاجات دي. مشاهدينا الكرام، وما زلنا في نفس المنزل ومع الأستاذ رضا، أخو الأستاذة نجوى إبراهيم. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ طب الصحة والسلامة. يعني برضو يعني مش عايزين بقى نقول إيه يعني في نبدأ قبل ما نبدأ المشاكل وقبل ما نبدأ الحاجة، عاوزين نعرف برضو الأستاذ المشاهدين إن حضرتك يعني التحدي اللي انت فيه دلوقتي بسببه شلل الاطفال ولا بسبب لين عظام ولا بسبب حادثه ولا ايه بالظبط؟ لا انا لين عظام، يعني انا مولود بلين العظام. عندك كم سنه؟ عندي 43 سنه. 43 سنه ومولود بلين العظام من ساعه ما اتولدت يعني وانا بتعالج منه. حضرتك مثلا دلوقتي يعني قدمت في 5% او بتعمل او حاجه؟ انا الحمد لله يعني لما اتولدت بالاعاقه والدي ما حرمنيش يعني من التعليم، اتعلمت ومعايا دبلوم تجاره 93 94، وبعد ما خلصت هو قدم لي برضه ساعه والحمد لله. في كان ايامها طلع قرار ال 5% كان لسه متطبقش، فكان جديد يعني. الحمد لله ربنا، بس الحمد لله انا استفدت منه. الحمد لله اتوظفت من تبع ال 5%. فين وزارتي؟ وزاره الاداره البيطريه بنسوق. تمام. طب في مشاكل بتقابلها؟ في طلبات انت عايز تقولها للساده المشاهدين او للساده المسؤولين؟ والله استاذ محسن هي المشاكل كثيره قوي بالذات مع المعاقين. طب يعني قول لي شويه منهم. اولا الطرق، ثانيا كرسي، الكرسي نفسه بتاع المعاقين بقى غالي او من زمان. يعني ليه احنا نستنى ان يجي لنا كرسي مثلا طبع تبرع؟ ليه يجي نستنى؟ ليه ما صح؟ ليه وزاره التضامن ما بتحصرش ذوي الاعاقه ويبقى الدوله مسؤوله عن ذوي الاعاقه؟ صح، المفروض الحاجه دي المفروض حاجه متوفره وكمان ومجانا كمان لذوي الاعاقه. ايوه يعني انا دلوقتي راجل ما بمشي كمان، المشكله مش في الكرسي، المشكله في قطع الغيار. يعني مثلا دلوقتي مثلا الاستاذ نجوى مثلا عندها كرسي متحرك كهربائي، لو البطاريه باظت شوف القطعه تتغير بكام، صح ولا لا؟ وغير كده كمان مش هتلاقيه. انا هتكلم عنكم. والله انت فعلا انت بتتكلم عن لساننا وعن اللي احنا بنحس بيه، وانا عندي البطاريه ضعيفه برضو اصلا. لا ده كمان لو العجله كمان على فكره كل حاجه. انا اصلا يعني عشت يعني فتره جامده قوي مع ذوي الاعاقه، فانا عارف كل حاجه بتقابلهم. لو حتى كمان ايه، تعرف الريموت بتاع انا عارف والله. فبرضه انا يعني كلامي مجروح برضه. يعني انت لما تتكلم عن نفسك وتقول مشاكلنا كذا افضل من انا اتكلم. ما انت برضه انت حاسس باللي احنا فيه. يعني يا ريت الجميع يحس باللي انت بتحسه، لكن للاسف ما فيش. انا بطلع بمشي في الطريق ممكن انا بقى في السكه محتاج حد يزقني، انا بتعرض لسخافات وانا ماشي، والله لسخافات. ليه؟ انا عايز افهم ليه المعاق بالذات لما يبقى ماشي معاق ليه الناس بتبصوا على انه متسول؟ لا او مثلا جايب من كوكب تاني خالص مثلا. يعني انا عايز افهم، يعني لما اجي امشي تلاقي واحد مثلا مطلع اللي بيجيبه ليه يا عم؟ طيب انا راجل زيك، ما اناش متسول، انا موظف ومتعلق والحمد لله مش ناقصني حاجه. ليه بص لي بالنظره دي؟ يعني انت من وجهه نظرك ان نظره المجتمع لذوي الاعاقه او المستخدمين مثلا الكرسي المتحرك نظره التسول، هل هذا عيب الاعلام؟ انا وجهه نظري ان عيبنا احنا كاعلام ما بنظهرش ذوي الاعاقه بمظهر محترم، وخاصه المسلسلات والافلام. ده وجهه نظري. وانت كلامك صح ووجهه نظرك صح، وما هم ما طلعوش المعاق ما ادروش حقه. صح كده؟ ما احنا ما خدناش حقنا. انا ببص للدراما مثلا الاجنبيه والدراما الهنديه اللي احنا بنقول ده الهند، واخد بالك؟ ده فيلم هندي ومنهره كده ونسخر منه، والله بيظهروا ذوي الاعاقه مظهر ممتاز. يا استاذ محسن احنا دلوقتي يعني بيقول لك انا خايف على شعور المعاق. لا ما تقولش عليه معاق،
قول عليه ذوي الاحتياجات الخاصة. يا سلام، طب ما انت خايف على الكلمة نفسها، على الكلمة ومش خايف على الفعل. ايوه، فين بقى الفعل يا عم؟ قولوا علينا ذوي الاعاقة قولوا، بس المهم ناخد حقنا ومعاكم. ما اصل دي حاجة ما تعبنيش، ده ما تعبنيش، دي حاجة بتاعت ربنا. بس ادينا حق، بس عيبك انت، عيبك انت، انت بتقول لي ان انا دماغي الاعاقة مش في الجسم. لا ده ما جسمك في دماغك انت بقى. طب وريني بقى. صح صح، اشتغل بقى انت. تمام. طب يعني بمناسبة هذا اللقاء، مش عاوز يعني توصل رسالة للمسؤولين؟ والله انا نفسي من المسؤولين يعني ينظروا للمعاقين جميعا بـ 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 بنظرة يعني بعين الرأفة. وعندي انا عندي الشارع بتاعي اصلا، ما في، بص انا بنزل بقى. احنا دلوقتي في السوق صح؟ طب وجه رساله كده للرئيس المجلس المحلي او رئيس المدينه. انا بقول لهم كلهم راعي ضميركم، ويعني بصوا للمعاق على انه بني ادم عايش في وسطكم. ما بلاش يكون مهمش. انا عن نفسي مش عارف انا اتحرك. انا نفسي في دراجه بخاريه للمعاقين اروح بيها شغلي واتحرك بيها. ما فيش والطرق يعني اقول لك ايه، انا المجاري بتضرب عندي. طب استاذ رضا، في نهايه اللقاء بتحب تقول للقناة الصحة والجمال وبرنامج ما فيش مستحيل اللي دايما مهتمين بذوي الاحتياجات الخاصه وتظهر مشاكلهم وتظهر اي حاجه تخصهم؟ قناه محترمه واحنا متابعينها واللي عاملين فيها ناس محترمين، وحضرتك يعني شرف وبتتكلم بلسان المعاقين، وربنا يجازيك على اللي انت بتقوله. كله خير ان شاء الله. استاذ رضا والله ده اقل واجب احنا بنقدمه، يعني الواحد بس بيحط نفسه مكان الناس. بس كلهم يكونوا زيك يا استاذ محسن كده، والقناه اللي هي مشرفانا، وبرنامج حضرتك يعني كله يعني تفاؤل. يا ريت هم على الاقل حتى حسسونا بالتفاؤل بتاعك. ازيك يا حاج؟ الله يخليك حبيبي. امورك ايه؟ الحمد لله. صام طيب؟ وانت طيب، ربنا يديك الصحه يا رب. ايه نجوى مزهقاكي؟ لا ابدا، ده ضر روحي وعقلي وحياتي والحمد لله. يعني ده احنا يمكن ربنا كرمنا بيهم ورزقنا بيهم وخدمتنا لهم وعملنا لهم ولفينا بيهم العالم كله الحمد لله. ودول ده شرف لنا، دول بنشرفهم باي مكان الحمد لله. مفيش مره كده مره كده يعني مثلا ايه، لا ربنا يعني رزقك بطفلين، يعني مش دلوقتي وهم لسه اطفال، بطفلين عندهم لين عظام وكده، يعني ما حسيتيش مثلا يعني ما زعلتيش مثلا؟ الحمد لله الحمد لله، هم عارفين انا وباهم ان فخورين بيهم ونشرفوا بهم في كل مكان، وعمرنا ما همناهم ولا عمرنا زعلناهم ولا عمرنا شخطنا فيهم. والحمد لله بابا معلمهم، والحمد لله ما فيش بعد كده، وما خلناش مستشفى لما رحناها، وما خلناش اي مكان لما رحناه الحمد لله. وبقينا نقعد بالشهر الاثنين والثلاثه في المستشفيات بيهم، بس الحمد لله قال لكم ما لهمش علاج. الحمد لله رب العالمين. انت بتحب تقول ايه بقى للامهات برضو، اولياء امور، اي حد عنده يعني اي ولي امر عنده ذوي اعاقه، تحب تقول له ايه؟ أقول له كل واحدة عندك عيل معاك ما تخبيش ولا تداريه ولا تستعري منه ولا تقولي ماخدوش معايا في أي مكان، تشرفي بيه وتاخديه معاك في كل مكان تمشي بيه، تاخديه معاك وتشرفي بيه وتبقي فخورة بيه في أي مكان، زي ما احنا فخورين كده بنجوى وبرضا أنا وباباهم في كل حتة بيروحوها، فخورين بيه فرحانين بيه والحمد لله لا بنهملوه ولا اي، وكل اللي بيطلبوه وكل طلباتهم احنا عايشين في خيرهم. يعني ربنا رزقني ومقويني ومقوى ابوه ومدينا الصحه علشانهم هم، وعايشين عشانهم هم. واقول لكل واحده عندك بنت عندك ولا ما تخبيش ولا تستعري منه ولا تداريه ولا تقولي انا ما هعمل فيه ايه او انا مش عارفه ايه، ابدا. ده ربنا بيقوينا وبدنا الصحه عشانهم، وبدنا صحه على صحتنا كمان علشان خاطر ده. لكن كل واحده عندها عيل بتخبيه بتداريه بتعمل، انا بشوف التلفزيون ياما يعني الناس بتبقى بس مش كده اللي تعمل على عيلها كده، لكن لا، انا بدعيهم بطول العمر اقول ربنا يديهم الصحه ويقوينا كمان وكمان، واحنا عايشين عشانهم. ربنا يكرمهم يا رب هم واللي زيهم، ويقوينا ويقوي اللي زينا واللي عندهم حاله زي دي، ربنا يقويهم ويخرجهم يا رب. يا رب، وكل سنه وانت طيب. الصحه، وانت شرفتنا ونورتنا، والقناه بتاعتكم احسن قناه احنا بنتفرج عليها على طول، وانتم مهتمين بالمعاقين عن اي قناه ثانيه بصراحه ربنا.
ده اقل واجب، اقل واجب احنا بنعمله، ده اقل واجب نقدمه والله، ده اقل واجب. قنوات ياما ما حدش اهتم زيكم وجانا هنا وسجل معاهم زيكم بصراحه ربنا وتشكروا. شكرين جدا. انا اسمي جان ناصر ابراهيم ابراهيم يا جعفر. كل ده؟ نجوى بقى تقول لك ايه؟ عمتي. طب وليد؟ برضه. رضا. برضه. عمك؟ ماشي. سنة كام؟ تالتة. تالتة ابتدائي؟ اه. عملت ايه؟ الحمد لله نجحت وخدت الدرجات النهائية وخدت الشهادة وطلعت الأولى على المدرسة. الحمد لله رب العالمين. طب كويس قوي بقى كده. حاجة خلاص بقى احنا كده حاجزينها خلاص. حاجزينها المسلم خلاص. طب انت يعني اتعاملتي طبعا مع بابا رضا ومع عمتك نجوى. نفسك في ايه يعني انت مش نفسك توصل رساله للمسؤولين عشان خاطرهم هم؟ يعني نفسك تقولي للمسؤولين حاجه عشان خاطرهم؟ انا نفسي اللي هم يمشوا ويجروا كده، وانا احب اللي هم يمشوا وجدوا ويتعالجوا وجدوا وتيتا يكونوا فرحين بيهم. بقولك بتحبي تتفرجي على قناه صح وجمال؟ اه. طيب ايه رايك لما يعني عاوزين نستضيفك مره كده بقى؟ ماشي. ماشي ولا تقدمي البرنامج معايا؟ اقدم معاك. تمام تمام انا مستنيكي بقى، وفي اي وقت عاوزه تيجي انا تحت امرك. خلاص ماشي. شكرا وبشكرك اللي انت جيت واتكلمت. الفكره دي اخر مره يعني. ماشي. وبشكر المشاهدين، وانا افرح الباردة وعمته يمشوا والاسره كلها تبقى سعيده. شكرا. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد هذا التقرير من محافظة كفر الشيخ، من والتحديد من مركز دسوق. بيت مصري زي أي البيوت المصرية. أهم حاجة عندهم إنهم يعيشوا في أمن وأمان، وأولادهم يعني الدولة تراعي ذوي القدرات الخاصة، خاصة يعني بيت عندهم طفلين أو عندهم ولا ولد وبنت من ذوي القدرات الخاصة، كان عندهم لين عظام ثم تطور الحال لحد ما احنا شايفين دلوقتي. الأسرة مؤمنة بالله، الأسرة يعني تقبلت الخبر قبل كده من سنوات بصبر وعايشين معهم خالص وعادي جدا. يعني شفت الأب والأم بيقولوا إيه يعني يا جماعة، أي أسرة عندها طفل من ذوي القدرات الخاصة ما تدرهوش من الناس. ليه تداري من الناس؟ لا، اشركوا في المجتمع، ادمجوا في المجتمع، اظهروا للناس، مش عيب ده، بالعكس والله العظيم. ان يعني اكيد اي اسره اذا رزقت بطفل من ذوي القدرات الخاصه انا متاكد ان ربنا بيكرمها عشان خاطر هذا الطفل. مشاهدينا الكرام، الارقام بتاعت البرنامج اسفل الشاشه. نص الحلقه دي او لحد اخر الحلقه ده خاصه لذوي القدرات الخاصه، واخص بالذكر طبعا مرضى ضمور العضلات. اي حد من ذوي القدرات الخاصه عاوز يتصل في اي مشكله، وخاصه الفتره الاخيره كله بيتحدث عن اللائحه التنفيذيه التي صدرت ولم تنفذ حتى الان، فاستقبل ان شاء الله تعالى مخرجنا الكريم مكالمات الساده المشاهدين عن هذا الموضوع. فعلا معظم ذوي القدرات الخاصه على السوشيال ميديا غضبان جدا، وحتى على ارض الواقع غضبان جدا من عدم تنفيذ اللائحه التنفيذيه حتى الان. اللائحة صدرت، معظم الأعضاء أعضاء النواب وافقوا عليها، تم إصدارها من رئاسة الجمهورية. فاضل إيه؟ يعني وزارة المالية مش عايزة تنفذها ليه؟ إيه السبب؟ نفسي حد والله دلوقتي بيشاهدنا من وزارة المالية يرد علينا دلوقتي يقول يعني سبب تأخير تنفيذ اللائحة التنفيذية للأشخاص، لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اكرمنا بطفل من ذوي القدرات الخاصه يجب ان نظهره للناس. يجب ان الاول في بداية الامر نشوف الاول نروح نشوف الاطباء المتخصصين صح، ما نروحش بقى طبعا على دجالين وكلام من ده. نشوف هل هذا مرض ايه بالظبط، مرض ضمور عضلات، مرض كذا.
معنا اتصال الاستاذه نجوى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. طب يعني انت لسه في التقرير من شويه؟ نعم لسه كنت في التقرير من شويه. ايوه انا بشكرك والله على الهوا، انا بشكر حضرتك. الله يكرمك. على الهوا ان انت جبتنا وكده، وحبيت اشكرك قدام الناس ان انت جيت وتعبت نفسك معانا يعني. استاذه نجوى احييكم واحيي الاسره الكريمه. ده يعني اقل واجب بتقدمه قناه الصحه والجمال للمشاهدينها والاشخاص ذوي القدرات الخاصه. متشكرين جدا استاذه نجوى. مشاهدينا الكرام، قصرت شويه طبعا من الاستاذه نجوى عشان هي خدت نص الحلقه، فانا بسيب بقيه الحلقه للساده المشاهدين وبقيه الساده المشاهدين وخاصه مرضى ضمور العضلات. بيسالوني دايما احنا فين من اللائحه التنفيذيه؟ ده مرضى ضمور العضلات، مرضى ضمور العضلات والله من ذوي الاعاقه. الناس متخيله ان مرضى ضمور العضلات او بعض المسؤولين متخيلين ان مرض ضمور العضلات ملوش دعوه بذوي الاعاقه، لا، ده هو اشد احتياجا من اي حد من اي فئه اخرى من ذوي الاعاقه. مرضى ضمور العضلات اولا، اي حد من ذوي الاعاقه مع الاحترام ليه الشديد طبعا، الاعاقه ثابته مش متدهوره، لا، مرض ضمور العضلات او مرضى ضمور العضلات في تدهور في صحتهم، في تدهور مستمر، دول اشد من المفترض او من الواجب علينا كاعلاميين ان نهتم بهم، ومن الواجب على وزاره الصحه ان تهتم بهم. واي وزاره؟ عهدي، الاستاذ عهدي من الشرقيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا فندم. اتفضل يا فندم. انا عندي ولدين عندهم ضمور في العضلات. تمام، شرقيه؟ ومحتاجين بس استغاثه لوزير الصحه او رئيس الجمهوريه، لان لهم علاج بره وعايزين ينزلوا لهم. هو حضرتك عرفت ان هم انه عندهم ضمور يعني؟ رحت كشفت او رحت حللت؟ ايوه يا فندم، انا بقالي 6 سنوات بجري بالاولاد وجميع المستشفيات رحتها، والمرض ملوش علاج في مصر، عايز بس العلاج بتاعه. طب بالنسبه للعلاج يا استاذ عهدي، بالنسبه للعلاج، هل في علاج بره فعلا ولا مجرد مكملات غذائيه؟ هو في علاج بره لنوع معين، يعني لانواع معينه من التوشين، بس لطفرات معينه كمان في الانواع. نعم تمام، اتفضل. اي رساله يعني حضرتك عايز تقولها على الهواء مباشره لرئاسه الجمهوريه او لرئاسه الوزراء او لوزير الصحه؟ اتفضل يا فندم. أنا بناشد رئيس الجمهورية الإنسان إن دول أولادنا، في مليون، يعني حضرتك عامل مبادرة مليون صحة، في مليون طفل عندهم ضمور في العضلات، وإحنا أنا عندي ولدين ما عنديش إلا هم. تمام. يعني حياتي كلها بجري، ما كنتش عارف أشتغل. حضرتك منين من الشرقية؟ أنا من أولاد صقر تبع الشرقية. منين من أولاد صقر؟ من قرية اسمها الصفرية يا فندم. أحسن ناس، أحسن ناس. ان شاء الله تعالى الرساله بتاعت حضرتك يا رب يكون حد من رئاسه الجمهوريه او من رئاسه الوزراء او من وزاره الصحه بيشاهدنا الان، وان شاء الله تعالى يعني في امل ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، زي ما حضراتكم شفتوا يعني اب لطفلين، وهم اللي عنده طفلين بس وعندهم مرض ضمور عضلات، يعني يروح بيهم فين؟ وفي غيره طبعا، في عندهم 3 اولاد وفي 4 ابناء، وفي يعني مآسي واحزان. احنا هنفضل لحد امتى نتجاهل مرض ضمور العضلات؟ والله انا يعني احلف لكم على المصحف يعني ان هم من ذوي القدرات الخاصه او من ذوي الاحتياجات الخاصه، والله من ذوي الاعاقه، بل اشد احتياجا من اي فئه اخرى من ذوي الاعاقه. زي ما قلت سابقا قبل المكالمه ان في تدهور مستمر، انا بشيل الالم النهارده بكره مش هعرف اشيل الالم ده، دلوقتي ماسك التليفون كده بعد بكره مش هعرف اشيله، ماسك المعلقه بعد بكره مش هعرف اشيله. معانا الاستاذه هبه من الشرقيه. السلام عليكم. ايوه هبه عيسى. هبه عيسى، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. طب ممكن بعد اذنك يا استاذه هبه، ممكن بس بعد اذنك بس يا استاذه هبه، ممكن نوطي التلفزيون شويه بس ونبعد عنه شويه وتسمعينا بس من التلفزيون. ماشي مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. كده كويس؟ اتفضلي يا فندم. استاذه هبه منين حضرتك؟ انا اخت رضا ونجوى اللي كانوا مع حضرتك دلوقتي في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. انت في الشرقيه ازاي؟ مش في كفر الشيخ؟ اهلا بحضرتك. لا من دسوق، وكنت كنت سمعت غلط. اتفضلي. احنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل اللي حضرتك جيته مع رضا ونجوى وبابا وعمته، نورت السوق.
يا فندم ده اقل واجب والله، يعني ده اقل واجب احنا نقدمه لحضراتكم يعني. يا ريت تشرفونا تاني وعلى راسنا وتيجوا تنورونا هنا في السوق، لان انت جيت لاعز اثنين عندي سواء رضا او نجوى، وجزاك الله خيرا. وبابا وعمي طبعا دول اغلى حد عندي، وبجد احنا بنشكرك جدا عشان انت جيت لهم. يا فندم ده اقل واجب بتقدمه خلاص، صح وجمال وبرنامج ما فيش مستحيل لحضراتكم وحضراتكم يعني. احنا وعلى فكره احنا بنتعلم والله من ذوي القدرات الخاصه، الاراده والتحدي وكل شيء جميل. شكرا جدا. ده الاستاذه هبه اخت وليد واخت استاذه نجوى ابراهيم. بشكر جدا على المداخله الجميله ديت، وبشكر جميع اهلنا في تسوق وكفر الشيخ، والله يعني جميع ذوي القدرات الخاصه والله، يعني اخواتي واخواني واخواتي، ويعني انا بحط نفسي مكانهم والله، او مكان الاهل او مكان ذوي الاعاقه او ذوي التحديات. فعلا يعني احنا كلنا والله يعني الانسان مش حاجه خالص نهائي. في لحظه لا قدر الله حادثة حاجة، في لحظة ممكن يبقى على كرسي متحرك، وممكن يبقى أكتر من كده بكتير. ذوي القدرات الخاصة بنتعلم منهم، أنا بقالي فترة معاهم أتعلم منهم، يعني الحاجات اللي اتعلمتها منهم ما اتعلمتهاش والله في الحياة العملية العادية خالص نهائي، لا في الدراسة ولا في الأهل ولا نهائي حقيقة. معنا الأستاذة هبة من شبين. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. لو سمحت، انا ابني عنده 7 سنين وعنده ضمور عضلات. ضمور عضلات، حضرتك منين؟ من شبين؟ انا من شبين نفسها، من نوفيه. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك. شبين الكوم. تمام، عارفها. تمام. المشكله ديت ما لهاش حل لحد دلوقتي. يا استاذه هبه، مستشفى. استاذه هبه، انا عارف ان ما فيش مستشفى متخصصه حتى الان في مصر او حتى في الوطن العربي للاسف الشديد لمرض ضمور العضلات. الحل انت شايفه من وجهه نظرك، الحل ايه او الاستغاثه اللي انت عاوزه تقدميها من خلال برنامج مفيش مستحيل وخلاص صح وجمال لرئاسه الجمهوريه او لرئاسه الوزراء؟ لا، انا بطلب زي ما في بيعملوا 57 بيعملوا يعني بيعملوا مستشفيات كثيره لجميع الامراض تحت اي رقم ويخلي صندوق خاص. انا فعلا ناديت بكده اكتر من مره، صندوق خاص لمرضى ضمور العضلات. ده هم دول اللي محتاجين، لانهم قاعدين والله على والله يا استاذه هبه اعلم ذلك والله، ان هم اكثر احتياجا من اي فئه اخرى والله من ذوي الاعاقه. يعني تخيل لما يكون في طفل اكبر من اخوه ويطلب الحاجه من اخوه، ده مأساه يعني، ان هو يطلب الحاجه من اللي هو عنده طفل عنده سنتين وهو يعني كبير كده وفاهم وعارف وقاعد على كرسي وفاهم ومش قادر يقوم. طب يعني ممكن اتكلم مع حضرتك حاجه بسيطه جدا يا استاذه هبه. طيب يعني لو الدوله عملت مستشفى لمرضى ضمور العضلات، معلش يعني فين المتخصصين؟ فين الاطباء؟ مين المتخصص في جمهوريه مصر العربيه في مرض ضمور العضلات؟ مع حضرتك الدكتوره ناديه علي. ماشي، الدكتوره ناديه واحده في الجمهوريه او اتنين تلاتة؟ ماشي. طب ما هو العلاج بينزل في امريكا وبينزل في هو يعني لا، هو العلاج اللي نزل بره لطفرات في انواع معينه، يعني حتى كمان مش جميع الطفرات او جميع انواع. يعني انا وجهه نظري، ده من وجهه نظري الخاصه يعني، ان يبقى في مثلا مراكز رعايه في كل محافظه لحين اكتشاف العلاج، ولا وجهه نظرك ايه؟ الأستاذة هبة الخط. يا أستاذة هبة. ألو، حضرتك بتسمعيني؟ ألو؟ بتسمعيني من التليفون ولا من التلفزيون؟ لا، من التليفون والله، أنا قاعدة في التلفزيون. ماشي يا فندم. حضرتك شايفة إيه؟ والله يعني صح، أنا إيه؟ شايفة إن هم يعملوا فعلا مراكز حتى للعلاج الطبيعي. تمام. إن يتوفر حتى يعني بفلوس أقل أو بتكلفة أقل، إن إحنا تمام. لا، وحاجة تانية يا أستاذة هبة، في حاجة تانية. في حاجة تانية غير في حاجة تانية غير التأمين الصحي يا فندم، في حاجة تانية غير التأمين الصحي وغير يعني غير اللي هي مراكز العلاج الطبيعي. هل في أخصائي علاج طبيعي صح يعرف مرض ضمور العضلات فعلا؟ عشان في حالات تعرضت لمضاعفات أكثر من الأطباء أو من الأخصائيين العلاج الطبيعي، صح ولا لأ؟ أيوه صح فعلا، إنهم بيعمل هو المفروض مريض ضمور العضلات ليه بطريقة معينة العلاج الطبيعي بتاعه بالراحة،
ما بي يعني مش زي اللي هو السي بي ان هو يحركوا كتير او يعملوا علاج طبيعي كتير. لا في فعلا في ناس عملت علاج طبيعي كتير لضمور العضلات لمريض ضمور العضلات ورجع اتاخر مش قدم. تمام يا فندم. استاذه هبه اشكرك جدا على هذه المداخله، وان شاء الله تعالى يا رب يكون احد الاستشاريين او المستشارين في رئاسه الجمهوريه او في وزاره الصحه او حتى في رئاسه الوزراء يكون بيشاهدنا دلوقتي ويوصل استغاثتكم. مشاهدينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي يعني الاتصالات يعني تطرى، الاتصالات متتابعه واعلم يا دوب، بس قلت بس ان في بعض يعني هننقل في نص الحلقه الاخير بعض الاستغاثات من بعض اهالينا في المحافظات. الاتصالات نازله، مش قادرين نلاحق على الاتصالات. بقول يعني تاني، اكرر تاني وتالت ورابع، ايها المسؤول الكريم، ايها المحترم، احنا بنقدر يعني احنا كلنا طب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. استاذ نجوى، استاذ نجوى ممكن بس نبعد عن التلفزيون شويه ونسمع من التليفون؟ ماشي حاضر. ماشي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا عندي حد قريبي معاق ذهنيا. تمام. حضرتك منين؟ للاسف شديد انقطع الاتصال، يا ريت نتواصل يا استاذه نجوى بعد هذا الانقطاع. مشاهدينا الكرام، برضه ثاني يعني انا من هذا المكان من برنامج مش مستحيل وقناه الصحه والجمال اقدم باستغاثات لجميع المؤسسات في الدوله من اكبرها الى اكبرها. بقول ان اي مسؤول يحط نفسه مكان المريض، يحط نفسه مكان ولي الامر، يعني مش هتخسر حاجة. لما احنا في كتير والله في حاجات كتير، يعني احنا دلوقتي مثلا مثالا مثلا نجبر الناس بتاعت الاعلانات مثلا دي، او افاجئ باعلان مثلا ببعض الشركات مش عاوز اسمي طبعا على الهواء بكم مليون، وجايبين مش عارف مين بكم مليون، في ايه؟ انتوا لو الاعلانين بس دول، ثلاث اعلانات بس بتوع الثلاث شركات اللي انا اقصدهم يعني، والله كانوا هيعملوا حاجات كتير قوي لمرضى كتير والاسر كتير. نجبرهم، الدولة تجبرهم. معنا اتصال الاستاذ عادل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ محسن؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور يا ريس والله. الحمد لله ده نوركم والله. اخبار المنوفيه ايه؟ الحمد لله والله تمام، والله تمام يا استاذ محسن والله. ايه لسه في والله حضرتك، انا بشكر حضرتك وبشكر الاعداد وبشكر البرنامج وكل القائمين بصراحه على قناه الصحه والجمال ان هم بيدعمونا كمرضى ضمور عضلات مهدر حقهم من ساعة لما يعني وجدت او اسميت حاجة اسمها ذوي احتياجات خاصة اساسا. يا استاذ عادل، استاذ يعني عادل حبيبي، قناة الصحة والجمال زي ما انت عارف وبرنامج مش مستحيل، واحنا في قناة الصحة والجمال بنتبنى قضايا ذوي الاعاقة وخاصة مرضى ضمور العضلات دايما معاكم، ودايما يعني هنفضل دايما نطرق جميع الابواب حتى يفتح باب في وقت ما. الله يبارك لك يا استاذ محسن والله. هو دلوقتي بس هي انا هتكلم بس عن نقطتين. اول نقطه ان احنا يعني في القانون الجديد ان شاء الله باذن الله هنبرد من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. ثاني نقطه، فين القانون؟ يعني احنا القانون بتاعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع في شهر 12 سنه 2018 وقال يعني في اخر 2018 قال خلاص القانون اتنفذ وخلاص القانون هيعمل تم اصدار القانون بالفعل. تم اصدار القانون بالفعل. ده هي المشكله دلوقتي يا استاذ عادل، المشكله دلوقتي في وزاره الماليه، في مشكله في وزاره الماليه اكيد. يعني هو القانون قعد فعلا ثلاث شهور وقالوا لنا 24/3 من 2019 هيتم تنفيذ القانون، واحنا دلوقتي في شهر 5 خلاص، اخر شهر 5 اهوت ولسه ما فيش اي قانون يتنفذ لحد دلوقتي. مشكله من وزاره الماليه، مشكله من وزاره التضامن، المفروض يكون في تنسيق بين الوزارات قبل اصدار اي حاجه يعني. ده من المفترض يعني. يعني المفروض يكون في تنسيق بين الوزارات، مش وزاره تقول ووزاره ثانيه تقول لا ما ينفعش، والمفروض في كلمه يعني الرئيس الجمهوريه يعني كده يعني طالما هو تفضل
يشاركنا كمان في رفض مؤسسات الدوله في تنفيذ القانون. هي فعلا عايزه هي عايزه تدخل رئاسي فعلا علشان الوزارات يعني على رايك الوزارات كل وزاره بترمي الموضوع على وزاره ثانيه وتقول انا مش هقدر انا مش هعمل. لا هو في فعلا عايزه تدخل رئاسي فعلا. طيب النقطه الثانيه بقى استاذ محسن نقطه العلاج الطبيعي حضرتك انا سمعت فعلا المكالمه اللي كانت قبل حضرتك فعلا قلت كلمه صح ان العلاج الطبيعي في حالات بيكون بيدور الحال بيدور الحال فعلا. الكلام اللي حضرتك بتقوله صح لان دكتور العلاج الطبيعي انا يعني انا في 2010 قبل ما اعمل تحليل جينات وراثيه وقبل ما يعني ما افهم الدنيا ماشيه ازاي رحت للدكتور علاج طبيعي قال لي يا عادل انا مش متخصص في بنور العضلات انا دكتور علاج طبيعي انت حضرتك بتروح لدكتور متخصص يديك برنامج البرنامج ده يجيبه لي انا امشي لك عليه يعني تقول لي صح انا ده اخصائي علاج طبيعي فاهم صح يعني هو الصح كده يعني انت يعني انا بناشد كل مريض دماغ وعضلات بيسمع حضرتك دلوقتي ان هو يروح لدكتور متخصص حتى لو كانوا قلائل بس يروح له يعني الدكتور ده يعني هيكتب له العضلات في جسمه اللي محتاجه تمارين هياخد من الدكتور البرنامج ده بالعضلات اللي هي محتاجه تمارين دي وهيروح لاخصائي العلاج الطبيعي اخصائي العلاج الطبيعي هينفذ البرنامج اللي الدكتور المتخصص كاتب له عليه. يا ريت والله يا ريت يا استاذ عادل والله مشاهدينا الكرام وانا فعلا ماشي كده وانا من شهر 12 اللي فات وانا بعمل علاج طبيعي ملتزم بيه لحد دلوقتي والحمد لله بفضل الله يعني في تحسن والحاله كويسه الحمد لله رب العالمين وبطلب من كل مريض دماغ وعضلات ان هو يعمل علاج طبيعي لان ده مهم جدا للحياه بس يعني برضه يروح المتخصص برضه يكتب له على رايك بالظبط فعلا اي عضلات اللي عايز علاج طبيعي وباي طريقة وباي طريقه عشان في عضلات معينه متدهوره ممكن العلاج الطبيعي يدهورها اكتر صح ولا لا اكيد اكيد صح اكيد تمام. صح استاذ عادل والله بشكرك جدا على مداخلتك معلش انا هسيب الفرصه بقى لزمايلك يعني انا مش عايز اخد وقت الحلقه طبعا وانا شاكر جدا لحضرتك على الصباح الخير وربنا يبارك لك يا رب يا رب متشكرين جدا استاذ عادل يا رب كده كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. مشاهدينا الكرام استاذ عادل من مرضى ودمور العضلات من المنوفيه من مدينه السادات استضفناه قبل كده يعني جميل جدا هو مثقف جدا خلص كليته مهندس زراعي دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني الناس برضو ذوي قدرات خاصه مش ساكته حتى وهو مريض بيروح الجامعه وتخرج بتفوق والحمد لله رب العالمين بيوصي زملائه او زميلاته من مرضى ضمور العضلات ان هم يكشفوا الاول يشوفوا اي عضله في جسمهم عايزه تمرينات او عايزه علاج طبيعي وباي طريقه عشان مش اي حد يعمل اي علاج طبيعي لمرض ضمور العضلات او لمرضى ضمور العضلات هيبقى في مشكله لابد يشوف متخصص صح يقول له اي عضله فيهم عايزه ايه بالظبط عشان ما يحصلش تدهور في حالته في جميع زي ما انتم عارفين ان مرض ضمور العضلات متدهور مستمر حتى ولو كان بطيء في تدهور. مشاهدينا الكرام والله يعني المواصلة نعم استاذ رامي ماشي دايما الاتصالات حقيقه نازله يعني لدرجه ان التليفون يعني زي ما بيقولوا هنج من كتر المكالمات انا بجد يعني بشكر جميع ذوي القدرات الخاصه علشان يعني هم من اسباب او سبب وجودنا على الهواء مباشره انا دخلت المجال ده ذوي القدرات الخاصه عشان فعلا مجال محترم يعني حسيت بيهم فعلا وعشت في وسطهم كتير وتألمت لألمهم وفرحت لفرحهم يعني زي ما بيعانوا أنا بشاركهم هذه المعاناة أضعف الإيمان اللي أنا بطلع هوا اللي أنا بطلع هوا وأقدم اللي هم عايزينه وطلباتهم وبعرض لهم مشاكلهم زي ما قلت لكم أكرر تاني وثالث ورابع وآلاف المرات مرض ضمور العضلات أخطر أمراض العصر أنا أرى أنه أخطر من مرض السرطان مرض السرطان ليه علاج ده بقى ما احناش عارفين نعمل ايه النهاردة غير بكرة تبص تلاقي مش عارفين حتى كمان يعني حتى أولياء الأمور نفسهم طب يا أستاذ رامي أنا لسه ما خلصتش ليه يعني خلينا شوية الحقيقة يعني مشاهدينا الكرام للأسف الشديد طبعا وقت مرة سريعا وإحنا مرتبطين بوقت يعني للأسف الشديد الوقت انتهى
والاستاذ اسلام عامل دوشه دلوقتي مش عارف عامل فيه ايه، بس لما اطلع له مفيش مشكله. مشاهدينا الكرام يعني حقيقه بشكركم جدا ومبسوط جدا اني كنت معاكم النهارده من فتره جامده قوي بعيد عنكم، فمش مستحيل يعني. ان شاء الله تعالى في موضوع التعليمي وموضوع تعليم القراءه والكتابه للكبار والصغار وحتى لمرضى المعضلات وذوي القدرات الخاصه هنخصص لهم في نهايه كل حلقه فقره تعليميه، ازاي اسس ابنك صح، ازاي نعلم ابني صح، ازاي نعلمه القراءه والكتابه العربيه باسلوب جميل باسلوب شيق بطريقه جميله، ابننا يطلع من الفتره الدراسيه الاولى او المراحل الدراسيه الاولى اولى وثانيه وثالثه يطلع رابعه كده بيعرف يقرا ويكتب كويس، عارف قواعد الاملاء، عارف بعض القواعد النحويه. مشاهدينا الكرام سعدتوا بحضوري معاكم النهارده، واشكر جميع زملائي في الكنترول وكل العاملين بالقناه من اكبرهم الى اكبرهم عشان في حد صغير. مشاهدينا الكرام اترككم في رعايه الله وامنه، والى ان التقي بكم اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.